تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا. عايز أقول لكم أنا بصراحة يعني لما يكون عندي لايف بكون مستمتع، حاسس بطاقة رهيبة كده وبتوحشني والله العظيم من القلب. بس دلوقتي أنا عندي متعة وراحة أكتر مما تتخيلوا. كنت بتفرج على الحلقة اللي اتعملت مع محمد صلاح هذا المبدع الرائع، ويعني حسيت بطاقة رهيبة جدا من الراجل الجميل ده اللي كانت عاملاها مع الإعلامية إسعاد يونس. أنصحكم تشوفوها لأن الراجل ده بجد مبدع، بيتكلم من قلبه نقي، بيثبت دايما إن كل ما كنت نقي من الداخل، أفكارك إيجابية من الداخل، عندك تصورات إيجابية من الداخل، حاطط الفيجن وحاطط الرؤية اللي أنت عايزها، هتوصل للي أنت عايزه بصورة رائعة. وأنا أتنبأ له بإذن الله بدرجات أعلى ورفعة أعلى وأعلى دايما يا رب، ربنا يحميه ويحفظه على الدوام. النهارده إجابات بعض الأسئلة ان شاء الله، يعني اللي عنده اسئله يبدا يحطها على اللايف عندنا وهجاوب عليها باذن الله تباعا. طبعا هاخد قدر المستطاع اللي هنقدر نجاوب عليه. طيب اهلا مساء الخير يا سويل 98، واهلا عراق بيرفيوم سكانر، واهلا يا ايمان ايمان محمود، واهلا بكل الرائعين الموجودين معانا الان على الدوام. طيب هنبدأ ناخد أسئلة. اتس هديل، أخيرا أخيرا يا هديل أهو أخيرا. طب خليني بمناسبة أخيرا هقول لكم معلومة. الواحد عنده ارتباطات، يعني أنا عندي كذا ارتباط وعندي كذا شغل، أو يعني عندي شغل كتير فبكون مزحوم. فلما تلاقوني اتأخرت عليكم اعرفوا إن أنا مزحوم، ويعني لم يمنعني عنكم إلا التجيل الجوي. فإن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله، خلاص رمضان داخل، وأنا دايما بحب قبل رمضان أبدأ أسخن كده عشان نبدأ نطلع بحاجات كده من الحاجات الحلوة التقايل اللي بعملها كل سنة عشان رمضان. فإن شاء الله الفترة الجاية هيكون في تواجد أكتر بإذن الله، ومش هتقولوا أخيرا. مش هتقولوا أخيرا تاني، معلش. طيب ناخد بسم الله. فديت وجهك 3R سيل، فديت وجهك دايما يا غالي، واشكرك على هذه الكلمات الرائعة. طيب خليني اقول نبدأ بأول سؤال من رشا 12638، بتقول ماذا يعني ان تعيش بسلام وتتخلى عن اهدافك وتشعر انك لا تريد شيء؟ طيب الاهداف يا جماعة درجات، حلو كده. انت النهاردة يا رشا دلوقتي في عندك حاجة ممتلكاها الان، ممكن تكوني حطاها في الدولاب كلبس، ممكن يكون جهاز حطاه في اي حتة بقالك كذا يوم ما استخدمتيهوش، ممكن يكون اي اداة من الادوات اللي بتستخدميها مثلا في شغلك او في الميك اب او اي حاجة كانت في يوم من الايام هدف وكنت عايزاها قوي، او لبس كنت انا شايف ان هيبقى حلو وعايز اجيبه، وبعد ما جبته انا دلوقتي بالنسبه لي معاه عادي وحطاه في الدولاب ركناه. ممكن يبقى حد عاوز يجيب عربيه وعمال يخطط ويحط المبلغ على المبلغ، او داخل في قرض اخد مثلا قسط سياره وعمال يدفع، بس اليوم اللي كان عاوز فيه السياره هو كان في حاله من الرغبه الشديده الجارفه، دلوقتي السياره مركونه وهو عادي. ممكن يكون هدي كذا مثال، حد بيتعلم حتى السواقه، سواقه الدراجات البايسكل، وانا عايز اتعلمها وعمال اقوم واقع واتدرب، انا كنت في حاله شغف وفي حاله تحدي وفي حاله رغبه شديده، بعد كده انا بقيت عندي العجله او بقيت بعرف اسوقها، فانا الان محايد مع العجله. مش معنى كده لاني محايد مش معنى ان انا ما بستمتعش لما بركبها، لا، بس انا بقيت عادي. خلي بالكوا بقى، ركزوا معايا في اللي هقوله. الحاجة اللي انت عادي معاها هي اللي انت بتعملها بسهولة. فبص على الاهداف اللي في حياتك الان. في ناس ممكن يبقى عايز يشتري حاجة بينزل يشتريها عادي، عاوز يعمل حاجة بيعملها عادي، عاوز يسافر بيسافر عادي، بيدخل عادي، بيحجز التكت وبيكون مستمتع، بس ده العادي، مش هموت عليها يعني. وبص بقى على الحاجات اللي انت هتموت عليها ويعني شايف ان انت مش عارف تعيش من غيرها، هتلاقي الحاجة دي هي اللي متأخرة. ليه؟ لان انت لما تكون هتموت على حاجة وهتموت عليها جدا وعايزها بقوة، انت بتدي اشارات ان انت اقل منها.
فطاقتك بتكون اقل من الشيء ده، وبالتالي طول ما طاقتك اقل من الشيء هيكون في زي نفور وتنافر بينك وبينه. وكلمة تنافر بنقولها عشان تبقى فاهم اللي بيحصل، ما هوش تنافر فيزيكال يعني، معايا؟ فبيكون في تنافر بينك وبينها، وتلاقي نفسك كل ما هتقرب وهق وقعت تاني. اضحك، الناس بيحصلهم كده كتير، انا قربت وايوه ويا سلام وهوب قمت واقع تاني. انا بعتبر يمكن اكتر آية بتوصف ده اللي هي وصف السراب. الانسان اللي بدأ متعلق بالحاجة، خلي بالكم كلمة شرك ان انا اشرك مع الهي السعادة الامان الراحة، فانا شايف ان الشيء ده مصدر سعادة، الشيء ده مصدر راحة، الشيء ده مصدر امان. طول ما انت شايفه مصدر، ده معنى شرك. من معاني الشرك، مش الشرك الكبير بقى، معاني الشرك اللي قد بيسمى في الفقه الشرك الاصغر يعني. فكل ما يكون الشرك درجته اعلى عندك، كل ما بيبقى الهدف ده انت عامل زي السراب، فاول ما توصل لا تجده شيئا، وتحس ان اللي انت عملته كله كان على الفاضي. فالعلم الان بيبين ده او بيشرحه بانك طول ما انت متعلق بيه جدا هتموت عليه جدا، بتدي اشارات اعلى. طب خلي بالك كده، انا بقولها من ناحية العلمية، لو خدناها من ناحية دينية، لو انا بستمد قيمتي من ربنا، باخد اماني من خالقي، انا مطمن ان الهي موجود، لا يمكن يظلمني، لا يمكن يعمل لي حاجة تضرني، متأكد ان ما اصابني هو ما كتبه الله لي مش علي، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا مش علينا، ده هيخليني مطمئن. فاوتوماتيك لو خدناها من ناحية العلمية هتبقى طاقتي اعلى، هبقى متأكد ان ده الطبيعي. واحد معاه اله الكون، ايه اللي في الارض ممكن يوقفه؟ ايه اللي في الارض ممكن يعرقله؟ فهتلاقي طاقتي بقت عالية، وهتلاقيني يوم بعد يوم بإذن الله بوصل بسهولة اللي أنا عايزه. بحب أدي كمان مثال يوضح الصورة أكتر. لو أنا دلوقتي قاعد بتكلم في غرفة مقفولة، وحد ماشي بره بيسمعني، فاسمعني بقول كده بالظبط، أنا نفسي بقى أبقى غني، أوتوماتيك هيفهم إن أنا إيه؟ الله عليكم، هيفهم إن أنا فقير. عشان كده في معلومة أنا اكتشفتها من خلال جلساتي مع الناس في مختلف الدول العربية، ويمكن بطلعها في كورس اسمه اختراق المجال الطاقي، معلومة من أخطر معلومات الحياة هقولها لكم الآن. إن الجذب، الناس لما يكونوا عاوزين يبرمجوا العقل اللاواعي على الجذب بيبرمجوه إما بالتكرار، بالكثافة الحسية، بالصور الذهنية. فأنا بأكد في الدورة دي إن من أقوى البرمجات اللي بتتحط في اللاواعي هي البرمجة بالاستنتاج، البرمجة بالاستنباط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما انا قلت من شوية، لو حد من بره سامعني وانا بقول انا بإذن الله هبقى غني، انا قررت اكون غني، اوتوماتيك هيفهم ان انا ايه، هيستنبط ان انا ايه، ان انا اصلا فقير دلوقتي. عشان كده اللي بدأ يسمع معلومات عن الجذب من غير ما يدرسها بعمق، بتلاقيه بيقول الكلام وبيعمله من غير ما يفهم الأدوات كاملة، فممكن تقلب عليه عكس وهو مش واخد باله. فمن ضمن الحاجات اللي بنأكد عليها عشان تحقق اللي انت عايزه بسهولة، انك تبقى شايفها عادي. يعني ايه بقى شايفها عادي؟ يعني انا اكبر منها. بحب اقولها بصياغة تانية كنت عاملها في محاضرة زمان اتعملت في مصر، كن اكبر من حلمك. يعني أنا الذي أصنع الحلم وليس الحلم هو من يصنعني. دي نقطة مهمة قوي، هعيدها تاني، أنا الذي أصنع الحلم مش الحلم اللي بيصنعني، أنا الذي أصنع الهدف مش الهدف اللي بيصنعني. كل اللي مستني الهدف يصنعه هو اللي بيتعرقل في حياته، كل اللي مستني يتجوز جوازة حلوة ترفعني هو ده اللي بيبقى تحت في حياته، كل اللي مستني وظيفة رائعة تنقلني من اللي أنا فيه هو ده اللي بيفضل تحت في حياته. فبأكد تاني، أنا اللي هعمل الهدف مش الهدف هو اللي يعملني. خلينا أخد أسئلة تانية. بسم الله. طيب نشوف دلوقتي، في سؤال بيقول أنا غير مقتنع بقانون الجذب، قانون الجذب ده خرطي. طيب خرطي دي كلمة خليجية معناها كلام فاضي أو أكاذيب.
خليني أقول لك حاجة من القلب، وأرجو أنك تسمع الكلمة دي نصيحة من حد والله بيحبك رغم أنه ما يعرفكش، ويريدك بإذن الله تبقى حياتك جنة، وياريت تسمعها حتى لو تسمعها مني وتسيبني ما تشوفنيش تاني خالص عشان ما تفكرش بس أنا عايز أستنفع منك. يعني قانون الجذب شغال شئت أم أبيت، اقتنعت به أم لم تقتنع به. بس هديك بعض الحاجات كده فكر فيها وشوف، لو بتحصل لك يبقى لازم تدرسه، وإلا هتستمر في السلبي وانت مش واخد بالك. رقم واحد، لو بتلاقي نفسك بتاخد قرارات ان انا هتطور وهتحسن وان شاء الله انا قررت مثلا اذاكر واذاكر كويس وابدأ يلا حط سيستم، وتلاقي فجأة كأن في قوة انت مش فاهمها بتشدك للكسل تاني، بتشدك للوخم تاني او للضياع الوقت تاني، ده قانون الجذب. قول لي ليه؟ في قانون الجذب بنقول معلومة خطيرة جدا، اللي انت بتعمله بقالك 7 ايام او 7 محاولات ناجحة، خليها 7 ايام الى 14 او 19 يوم، انا بحب اخليها 19، عقلك بيسجله ان هو ده اللي انت عليه. لما يمر عليك 19 مرة انت بتعملها، يقوم الجذب يبدأ يشتغل في الكون لجعلك على اللي انت عليه. فلما تبدأ النهاردة تعمل حاجة جديدة، الجذب لانك كنت 19 مرة على السلبي بيشدك غصب عنك للسلبي. طب الحل اعمل ايه؟ لو انا فهمت قانون الجذب، ان انا ابدأ استمر 7 الى 19 يوم في الشيء الايجابي عشان عقلي يتبرمج عليه، علشان يبقى هو ده الواقع، ويبدأ الجذب يشتغل تدريجيا وكل مرة بيزيد ويزيد ويزيد سرعته ويزيد نتائجه الإيجابية الكبيرة. حلو كده؟ فلو انت بتلاقي نفسك لما تيجي تبدأ بتتشد وتقع، اعرف ان الجذب شغال ضدك، سواء امنت بيه او ما امنتش بيه، وانت اللي حر. الحاجة التانية، بعض الناس تلاقيه مثلا في النظام الغذائي او في الرجيم، وهيضحك قوي اللي بيحصل له كده، اول ما يبدأ يحط نظام غذائي، ما هو انت كنت الاول بتاكل اكل من اللي بالي بالك يعني، والحاجات الحلوة الجميلة، المحمر والمشمر والهوبر والحاجات الحلوة دي. فاول ما تحط سيستم ان لا خلاص بقى كفاية انا عاوز ابدأ نظام غذائي، اللي بيحصل سبحان الله من حيث لا تحتسب، العزومات بتهل كده، بتلاقي نفسك قدام عزومة، قدام اكلة حلوة، جات لك منين دي؟ اهو ده الجذب يا حلو، انت اللي انت كنت عليه بتجذب مزيد منه كل شوية، ويتسارع الجذب كلما اردت ان تطوره او تعدله. فوانت بتطوره الجذب بيشتغل عشان يرجعك تاني للي كنت عليه. حلو؟ اهو ده جذب، العزومة دي جذب، ده اللي بنسميه جذب. عشان كده بعض الناس للأسف من اللي بيلقوا او بيرموا دانهم للي بيهاجموا، المهاجمين دائما، فبقى عنده مشكلة في قانون الجذب. ليه كاسم؟ يا عم ما تسميهوش جذب، سميه توفيق، معايا؟ سميه تيسير لو انت انا المهم الحالة، انسى الاسم. زي برضو اللي عنده مشكلة مع الطاقة، اعوذ بالله، اصل كذا، يا عم ما تسميهاش طاقة. مرة بتناقش مع حد قال لي ما هو ده اللي انت بتقوله ده هو ده البركة، عايز تسميها بركة سميها بركة، انسى الطاقة، الاسم مش عاجبك قوي يعني. من المشكلة في الناس اللي بيهاجموا بيشوهوا الاسماء، يا عم ما تسميهاش طاقة، سميها البركة، سميها ال- 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 الرحمة، ايا كان. المهم انها بتكون حالة كده بتخلي اللي عندك يزداد ايجابية، يزداد ومزيد يجيلك اكتر واكتر، دي اللي احنا بنسميها الطاقة الايجابية. كل ما كانت طاقتك عالية، كل ما الطاقة دي لانها بوزيتيف هتشد مثيلتها دايما، سميها بركة، سميها تيسير، سميها توفيق، اللي انت عايزه. المهم الحالة، انا عاوزك تبقى على الحالة، خلاص؟ فهكرر تاني نصيحة من القلب، كل وقت بيعدي عليك لم تتقن وتفهم هذا القانون اللي الان دلوقتي بقى مرحلة كي جي، يعني حتى انا مستغرب لسه بتكلم فيه ازاي، ده لسه كي جي، في مراحل اعمق دلوقتي بكتير جدا بنتكلم فيها في الكورسات المتعمقة، فانت لسه في الكي جي معرفتوش. واللي لسه ما تزعلوش مني بالله عليك، والله بقولها لكم من القلب،
اللي لسه في دوامة المشاكل ومش عارف يطلع من مشاكل والظروف حواليه من أهله من المحيطين من بابا من ماما من جوزي من ولادي من الشغل من كذا من مرض من ظروف في العالم ولا زال في دايرة المشاكل، يعني أبسط المعلومات ما تعرفهاش. أنا مأكد دايما وبقولها كل شوية، الإنسان لما بيكون في مشكلة سببها حاجتين ملهمش تالت، يا معلومة غلط يا معلومة ناقصة. فابحث على المعلومة الناقصة اللي ما تعرفهاش، عدل وطور المعلومة الغلط، بإذن الله هتتطور في حياتك وهتبقى من أحسن إلى أحسن. طيب خليني أشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تغير حياة رغم كل محاولة بدون جدوى؟ ليلي. طيب خليني اقول ان في كذا سؤال كمان جاي كده، ان انا اغير الحياة ازاي. وحد كان سائل برضو شفته في من وسط الاسئلة من شوية، انا عندي معلومات كتير بس ما اعرفش اتطور ازاي، ما اعرفش اتغير ازاي، طب ابدأ بايه؟ فبالله عليك وركزوا في اللي هقوله ده عشان مهم قوي. اكبر خطأ حصل في تاريخنا، ان انا عندي قناعة كده ان الدين اختطف من بعض الناس وحصروه في الشكليات والمظاهر والاكستريم بقى، اما اليمين قوي او اليمين قوي او المتشدد قوي، خلاص كده. ومن ضمن الحاجات اللي اتخطفت من غير ما حد ياخد باله، ان هم قطعوا الصلة المباشرة بينك وبين الاله، ولازم حد وسيط يشرح لك او حد وسيط يفهمك او حد وسيط يقول لك ربنا يقصد ايه. هي دي الكارثة اللي حصلت. وازعم وليجازين الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتهاد اللي انا يعني نيتي فيه اقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني من كل قلبي بهذه النية، ان انا لما كسرت الارتباط الوسطاء اللي كانوا في النص وبدأت أسمع من ربنا مباشرة بدون وسيط، وصلت المعلومات والله قد يكون مفيش مخلوق وصلها قبل كده، وانت ممكن تبقى كده، وكل إنسان في كل مجال، الفيزيائي ممكن يبقى كده، والكيميائي والطبيب والمهندس، هتاخد معلومات بمجالك مفيش مخلوق ممكن يبقى قبلك وصلها، زي ما أنا وصلت المعلومات في النفس وفي الحياة ممكن يكون قبلي ما حدش يوصلها له، لأن هو الدين أصلا كده والمفروض كلنا نعمل كده. ليه بقول الكلام ده بقى؟ لأن ربنا بيكلمنا يوميا يوميا، إلهك بيكلمك ولم ينقطع عنك نهائي. بس المشكلة إن أنت واقع فيما سمي صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والله بقولها باحترام، ده تشخيص مش قصدي كلام سلبي عليك، أنا قصدي أشخص لك الوضع، إن أنت لو ما قرأتش الرسالة ما سمعتهاش ما شفتهاش فأنت صم بكم عمي. يعني إيه الكلام ده؟ أولا ربنا بيكلمنا بالمشاعر يوميا، ثانيا ربنا بيكلمنا بالتعاملات اللي بتجيلنا من الآخرين يوميا، ثالثا ربنا بيكلمك بالظروف اللي أنت فيها يوميا. يلا يا سيدي خلي بالكم، من أكبر الأخطاء والكوارث اللي بتخليني أمسك فاس وكسر في الموروث السلبي، وفي موروث إيجابي رائع بتكلم في دايما فيه وبستشهد حتى من الكلمات الرائعة اللي فيه، أنا هنا بتكلم على السلبي بقى دلوقتي، إنه بدأ يبرمج الناس أن هذه الحياة ابتلاء، تعب، مشقة، مصايب، لا راحة إلا في الآخرة، الراحة هناك، هنا مصيبة، كارثة، اوعى تفكر انها دار جزاء. والله كانوا بيقولوا لنا كده بالنص، لا تظن ان الدنيا دار جزاء، لا 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 لا، هي دار ابتلاء والجزاء في الآخرة. فكسروا القاعدة دي، كسروا انك تبقى عندك اشارات تدرك بيها ان ربنا بيكلمك، لم تنتبه ان كل تفصيلة في حياتك هي جزاء للي انت بتعمله، عشان كده لازم تتطور. وربنا حتى قالها في القرآن، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. شوف الآية واضحة زي الشمس، هيجيلك عذاب أقل، انتبه بقى عشان ترجع، ما رجعتش هيبدأ يزيد، ما رجعتش هيبدأ يزيد عشان ترجع بقى.
راحوا واخدين الايه دي وتحطنها في معنى تاني خالص، قال ايه عذاب القبر؟ طب اللي في القبر هيرجع ازاي؟ اسمع علينا، وقال لك العذاب الادنى عذاب القبر. طب يا عم هيرجع ازاي ان شاء الله؟ لا قال لك عشان لما نعرف ان في عذاب قبر اللي صحيين ما ماتوش هم اللي يرجعوا. يا عم علينا، المهم ففي لخبطه كتير في الحته دي. فاللي انا اقصده هتلاقي في ايه تانية كمان، يسلكه عذابا صعدا. يعني ايه؟ يعني اي المشاعر، انا بتكلم على المشاعر اهو، رسائل المشاعر اللي بتجيلي من الله، ان المشاعر بتجيلي الاول سيئه ثم تبدا في التصاعد، ثم تبدا في التصاعد، ان لم انتبه ان هذا جزاء ربنا بيقول لي فوق، ربنا بيقول لي انت بتطلع من التراك، انت بتطلع من الطريق، لو ما ادركتش ده هتفضل المشاكل تزداد وتزداد، ويجي لك حبايبنا يقول لك الله ده كده ربنا بيحبك، الله ده عاوز تشوف هتصبر قد ايه، هتفضل قاعد ساكت قد ايه، هتفضل تاخد فوق دماغك وتقول الحمد لله قد ايه. ربنا يسامحهم يا رب، وتعالى الله عن ذلك، استغفر الله العظيم يا رب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حلو كده، دي اشارات ربنا بيكلمك فيها عشان ترجع. طب ليه بقى بقول الكلام ده؟ وايه علاقه ده بالسؤال اللي اتسال؟ انا مش عارف اغير حياتي او ابدا بايه؟ بقول لهم ابدا باللي بيوجعك. مجال التنميه الذاتيه الان ومجال الوعي اصبح فيه اسماء رنانه. والله العظيم اقول لكم على حاجه، لما حد يجي يسالني الثيتا هيلينج اخبارها ايه، اقول له والله ولا اعرفها ولا درستها. لما يجي يقول لي طب ما اعرفش البيت اخباره ايه، والله ولا اعرفه ولا درسته. انا مكتفي باللي انا عمال ادرسه، وعمال اللي انا بحتاجه بطور فيه، وعمال اتعمق، ولا انجذب بالمسميات اللي طالعه جديد، لان كل شويه بيتم استحداث مسميات كتير، فبتجذب الانسان الفضولي، بتجذب الانسان اللي عمال يجري ورا كل ما هو جديد. طب انت بقى الاساس والمهم عملته؟ اتحكمت في افكارك؟ عرفت تعمل كنترول على الفكرة بدل ما هي اللي تقودك انت اللي تقودها؟ عرفت مشاعرك تبقى مفاتيحها كلها معاك؟ يعني ما ينفعش تقول لي هو اللي ضايقني ولا هو اللي خنقني. هقول لك ليه، هي مشاعرك في ايديه، مفاتيحك في ايديه، فده الاساس. لو لم تتقن ده يبقى انت عمال تجري في الهوا انت مش واخد بالك. فبأكد تاني، ابدأ باللي بيوجع، ابدأ بأكتر حاجة عاملة لك مشاعر سيئة الآن، لأنك في الحتة دي أنت وصلت لمرحلة العذاب، فأنت مهم تنسفها وهي دي المهم. عشان كده بقول دايما اللي عنده خوف شديد جدا أو عنده حزن شديد جدا لازم يبدأ أول حاجة يدرس عن الأفكار، ده أول شيء، لأن الحزن والمشاعر، الحزن أو الخوف دي مشاعر متولدة عن أفكار رافضة بقوة للشيء ده. وجملة بكررها كتير ومتعمد أقولها في كذا لقاء وكذا قناة لعل وعسى تبقى حلقة في ودن اللي بيسمعني، الرفض دي عملية عقلية بتعملها بالتفكير، بمقدار رفضك بيتولد المشاعر. فلما أنا يجيلي ألم معناها أن أنت في هنا أفكار غلط وأفكار مرفوضة لازم تبدأ بيها الآن. فابدأ باللي بيوجعك. لو النهاردة اللي بيوجعك في العلاقات ابدأ بالدراسة عن العلاقات، لو اللي بيوجعك عن الفلوس والفقر ابدأ بالدراسة عن كيفية صناعة المال. واحنا دلوقتي في زمن يعني نسف الموروث المتوارث عن صناعة المال بحاجات جديدة ألف مرة، تقدر وانت قاعد في بيتك يعني تكسب وتنطلق، وأجيالنا ولا آبائنا وأجدادنا مستحيل كانوا يعرفوا يعملوا حاجة زي كده، ولا يتخيلوا ان ممكن حد قاعد في بيته ولا حد ماسك موبايله ممكن يكون بيكسب، ولا حتى حد ما بيتكلمش. وكلنا عارفين الشاب الرائع الجميل ده اللي لما ساب شغله قاعد بس ما بيتكلمش، بس قاعد بيبين بيوضح بيقول يا جماعة في طرق أسهل من غير ما يفتح بقه، بقى بيكسب ملايين دلوقتي وبقى من أشهر الناس على السوشيال ميديا. فالعالم اتطور والدنيا بتتطور، إذا فكرك لم يتطور ستظل كما أنت، بل بالعكس مفيش حد هيكون زي ما هو، هيكون بينزل، انت يا اما بتطلع يا اما بتنزل وانت اللي بتقرر. فبعيد تالي وتالت ورابع، ابدا باللي بيوجعك. لو انت قاعد حاسس بحاله من فقدان الثقه، مش مصدق انك تقدر تعمل، ابدا بحاجه عن الثقه. طالما دي اللي بتوجعك، بتحرج من الناس، بتتكسف لما حد يكلمك، مرعوب وبتراعي
شكلك قدام الناس، ابدأ بحاجة عن الثقة. حلو كده؟ عندك مثلا مشكلة في ان انت يعني بادئ شغل وبادئ حاجات بس بتتعرقل، نجحت في حاجات نص وحاجات لأ، ابدأ كده، انت اخدت نص الطريق، ابدأ بقى تعمق في الكورسات المتقدمة عن الجذب، عن التجلي، عشان تفهم ايه اللي بيعرقل. واحدة مثلا تقول لي طب انا مش عارف اتجوز واتحطيت في مشاكل، ده اللي واجعني ان انا ما اتجوزتش. اقول لها ابدأي ادرسي عن شريك الحياة، ابدأي ادرسي ان دي معلومات علمية وبيشوهوا بعض. يقول لك ايوه انا عايز دلوقتي اجذب الحبيب، ويلا ضرب الودع، ويقعدوا يتريقوا، سيب اللي يتريق يتريق، ده كلام علمي. انتوا عارفين انا موضوع شريك الحياه ده بالذات قعدت فتره ادرسه كده، وانا بقابل بنات كتير كنت ساعات بسال نفسي سؤال، هو ليه ما بيجيليش شاب؟ انا ما جاليش ولا مره، او ممكن مره او اتنين بس، يعني انا مش فاكر دلوقتي، بس ممكن يكون جالي، انا مش متذكر بصراحه، ان جالي شاب حاجز جلسه ودافع فلوس ويقول لي انا عايز اجذب شريك حياه، عايز اختار زوجه صح. انا مش فاكر، قد تكون حصلت قبل كده او نادر، بس انا دلوقتي حالا مش فاكر. خلاص، على قد ما انا فاكر وبلطو مش عارف امشيهم من الجلسه، اقول لهم طب انت جايه لي، وبقولها تاني دلوقتي الان يا جماعه، اللي هتجي لي وساعات بيبقوا جايين من سفر، والله العظيم جايه من سفر وحاجزه تذاكر طيران وفندق، اول ما ندخل يلا عاوزه ايه؟ انا عايز اتجوز. نعم يا اختي. طب انا في ساعه مش هقدر اناقشك في كل المعلومات اللي بتخلي الانثى تكون ما اتجوزتش، يعني انا مطلع، انا عامل كورس اسمه اختيار وجذب شريك الحياه، بتكلم فيه عن 40 سبب، 40 سبب ممكن تبقى الانثى بتعمله مخليها تتعرقل وهي مش واخده بالها. طب انا في الساعه هعمل لك ايه؟ يعني حتى ثقافه الاستشاره لسه في العالم العربي مش موجوده عندنا. اللي عايز يعمل استشاره يدرس، ياخد المعلومات، فيبدا يستكشف المعلومات كلها ويبقى الصوره كلها عنده واضحه، وبعدين تبقى في حد عنده حته متعرقله وبيطبق، وفي حاجات واقعه وحاجات ماشي، فيجي بقى عشان يكمل، عشان نسقه المعلومات دي كلها على حياتي، مش جاي ما يعرفش حاجه خالص. حلو كده؟ فانا في الغالب برجعهم واقول لهم اتفضلي خدي الكورس وارجعي لي تاني. معايا؟ لان مهم افهم المعلومات، وفي الغالب اللي بياخده ما بيرجعش عشان خد المعلومات كلها، الا لو في حاجه قدامه واقفه عشان يرجع. فباكد تاني، ادرس، اتعلم، اعرف قبل ما تقدم على الشيء، وتبدا دلوقتي حالا بالرساله اللي بتجيلك من الله الان من مشاعر. شوف اكتر مشاعر عندك طاغيه الان سلبيه هي ايه، ابدا ادرس عن عكسها. شوف اكتر تعامل بيجيلك من الناس عامل ازاي، ابدا ادرس انا ليه التعامل ده بيجيلي. يمكن انا عندي كورس اسمه كارما علاقات الذكاء الاجتماعي، بقول فيه معلومه خطيرة جدا ومهمة قوي، ودي استنبطتها من جلسات اللي قابلتها في حياتي. أنا مخلوق والآخر مخلوق، والتعامل اللي بينا مخلوق ثالث، ده مخلوق. حلو. أنا لن أستطيع تغيير الآخر لأنه مخلوق قائم بذاته، عنده حرية، عنده إرادة، عنده وعي، لكن اقدر اغير المخلوق اللي في النص اللي هو التعامل. ويمكن الايه اللي بتتكلم في ده واضحه زي الشمس، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يعني التعامل هيطلع تعامل ولي حميم، بس هو لسه عدو، هو مش هيتغير، التعامل اللي هيتغير هيبقى كانه، اللي هيبص بره هيقولك هو بقى صاحبك ولا ايه، لا التعامل شكله اتغير، لكن الشخص دي حاجة خاصة به هو. لن يستطيع مخلوق أن يغير مخلوق إلا إذا المخلوق ده هو اللي قرر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لازم يشاء هو، مش يشاء الله زي ما بعض الناس بيقولوا للأسف، أو زي معظم التفسيرات في الآية دي بيقولوها. يشاء يعني هو اللي يشاء، مش الله اللي يشاء، إحنا مش شطرنج، ربنا بيحركنا. حلو كده؟ فلما أنا أكون مدرك بقى من الألم اللي بيجي لي في التعاملات، دي رسالة رقم 2، يبقى ده اللي لازم أدرسه الآن، ده واجب عليا الآن. الرسالة اللي بتجي لي في الظروف، ظروف حياتي كمادية، يبقى أدرس عن الفلوس وإزاي أعملها. كعندي شغل بس أنا مش عارف أبيع، يبقى أدرس تسويق، ده دوري الآن أدرسه. أنا النهاردة عندي مرض والمرض مستمر بقاله فترة، وده اللي عامل لي، ده الواقع هو اللي جاي لي ومستمر لم يتغير. معلش والله العظيم بكل حب هوجع شوية،
وبكل صدق في إفادتك وصدق نية في إنك تتحسن، هقرص ودنك قرصة ممكن توجع. ده مش حكم عليك، ولكن ده تنبيه إنك أنت واقع في نطاق سلبي لازم تفوق منه. اللي عنده ظرف لم يتغير اعرف انه لسه ما وصلش للمتقين. دور جواك. المتقين، الناس اللي بيقول لك بقى الجزاء في الاخره بس، المتقين ربنا بيتكلم عنهم في الدنيا. ومن يتق الله بيحصل له حاجتين، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاذا انت عندك مرض من اللي بيسموه الاطباء مزمن ميؤوس منه، انسى كل الكلام الفاضي ده، اعرف ان انا لسه ما خرجتش من هذا الظرف. اذا انا لسه عندي حاجة في التقوى ما زبطتهاش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاي ظرف انا لسه ما خرجتش منه راجع التقوى. خد المفاجأة الخطيرة بقى، التقوى 90% منها تعاملات مع البشر. يلا يا سيدي هعيد الجملة تاني. التقوى اللي هما للأسف حصروها في الشكل الظاهري اللي بينك وبين الله، بتعبد قد ايه، بتقيم قد ايه، تقرأ القرآن قد ايه، ده نسك، دي حاجة تانية خالص. الصلاة، الصوم، الزكاة، نسك. حلو. التقوى 90% منها مربوط في التعاملات مع الناس. يعني اللي بيغتاب حد التقوى عنده مضروبة في النار، اللي بيتريق على حد التقوى عنده مضروبة في النار، اللي بيأذي حد، بيسرق حد، بيهين حد، بيظلم حد، بياخد كوبي ويسرق حاجات منسوخة اونلاين، التقوى عنده مضروبة بالنار. حلو كده؟ ليه بقى؟ يلا يا سيدي الآية الأكبر المحكمة اللي تتكلم عن التقوى في القرآن بالراحة كده، خدها خطوة خطوة. وسارعوا أهو إلى مغفرة من ربكم وجنة. طب ثانية واحدة بقى، مغفرة كمان أهو، مش الغفران بيشيل المرض؟ أوبا، يعني الغفران لو التقوى مش موجودة مش هيتعمل؟ الله عليك. ما خلي بالك هي قوانين أقوى من قوانين. في قانون التقوى وقانون الغفران. انتبهوا، دي أول مرة في حياتي أقول المعلومة دي، فركزوا بالله عليكم. في قانون التقوى وقانون المغفرة. مين فيهم أقوى عند ربنا؟ قانون التقوى. فلو أنت مش بتعمل التقوى وطول عمرك عمال تستغفر يا جميل، ده هيغلب، مش هيطلع لك مخرج. فهمت أقصدي؟ طيب ليه ربنا قال كده؟ او ايه اللي خلاني استنبط الموضوع ده وشفته كتير في الجلسات؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت لمين بقى؟ للمتقين. يعني المغفرة اعدت للمتقين. فلو انت مش متقي الغفران زي قلته، مش هيحصل لك اصلا. حلو؟ وبالتالي مهم ابحث عن التقوى واشتغل فيها. طب بنود التقوى الرئيسية ايه بقى في الاية دي اللي بتكمل؟ مين هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. والانفاق ده تعاملات ولا مش تعاملات؟ بساعد الناس، بدلهم خير، لما اي حد محتاج اساعده انفق، حتى لو انا في الضراء انفق من اللي عندي. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا تكلف نفس الا وسعها، او لا يكلف الله نفسا الا وسعها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الانفاق. طب اللي عايز ياخد بقى، اللي عايز ينصب، اللي بيستغل حاجة الناس، اللي بيسرق الناس، ده عكس التقوى، هيفضل منقوع في المشاكل والمصايب. عشان كده هم دول بقى لما يبصوا على الدورات الجديدة يقول لك ده نصب. هو اصلا بيفكر وبيشوف منظوره هو، لانه عايز ياخد، عايز يحصل. طول حياته هتلاقيه لما يشتكي يقول لك ايه، ما بيعمليش، ما بيسوليش، ما بيدينيش، الحكومة بتعمليش، الدولة بتعمليش، وعايز ياخد. طب فين انفاقك انت بقى؟ فين اللي انت عملته عشان تاخد؟ مفيش. واصلا ودي قايلها في اول كورس وقود كلمة التفكير، ربنا حاطط قانون تاني للاخذ، انك لن تاخذ في الدنيا الا لما تعطي. ركزوا بالله عليكم، لن تاخذ في الدنيا الا لما تعطي. ده قانون من اللي في الارض يسري في الكون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، مستحيل. يعني حتى في الطاقة انت مليان طول الوقت، مليان، لو عاوز تاخد قوم مفرغ، خرج من اللي عندك فهتعمل فراغ، هيجي لك جديد. ما خرجتش مش هيجي لك جديد. هي يعني قانون واضح زي الشمس. خلاص. ففي قوانين كتير موجودة في الكون، وربنا اللي حاططها، لأنه هو اللي خلق الكون. وبالتالي مهم اكون شايفها وعارف درجاتها، مين الاعلى ومين الاقوى. ولو قانون ما اشتغلش يبقى الاعلى منه انا مش بعمله. فاول حاجة في التعاملات الانفاق. خلاص كده. يلا
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وخلي بالكم أكدت فيها وأنا هقف، أنا عارف أني قلت الآية دي كذا مرة بس هقف عندها كمان شوية، لأن كاظم الغيظ مش كاتم الانفعال. يعني أنا من وجهة نظري كمتخصص في علم النفس، كاظم الغيظ هو التحكم في الفكرة اللي الشيطان بيخش يحطها لك عشان يفجر لك الغضب تجاه الآخر، فأنا كظمته نسفته قبل ما يشتغل أصلا. مش بقى طلع الغيظ وتنرفزت وطلعت عين اللي قدامي ولازم اعلمه الادب ولا اشوف فيك يوم، عامل لها اغاني معايا، فين التقوى بقى؟ وبالتالي طول ما انا عايز اذي اللي قدامي والغيظ عمال يطلع وينطلق مع الاخرين، يبقى انا لسه بند التقوى ما حصلش. شوف تعاملات اهو، يلا رقم ثلاثة، والعافين عن الناس. والعافين عن الناس ايه؟ كل الناس. وقال لك الناس، ما قالكش اللي من دينك. متخيل؟ يعني لو واحد انت شايفه من عكس الدين بتاعك سامحه يا سيدي، ما يعرفش. اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. عمال يهاجم، عمال يأذي، عمال مسكين والله، والله العظيم مسكين، هو غلبان. لما تلاقي حد بيأذي، هقول لك كلمه نفسيه خدها من بق حد بتاع علم نفس، منقوع في علم النفس ابا عن جد، معايا؟ جد الام يعني. انتبهوا كده، لما تلاقي حد بيأذي، لما تلاقي حد جواه غل، لما تلاقي حد عمال يطلع البلاوي اللي جواه على غيره وعلى الآخرين، والله العظيم هو مسكين. والله بقدر الألم اللي هو كاتمه والناس مش شايفاه، وبقدر المعاناة اللي هو بيعاني منها والمحيطين مش منتبهين، وبقدر العذاب اللي جواه بيطلع على الآخرين في غل، في حقد، في غيبة، في نميمة، في تريقة، في سخرية، في انتقاد، ويقوم جاي الشيطان ملبسه اسم الدين. وده بقى التزيين اللي بيعمله عشان يلبسهم تلبيس محترم فيعيشوا في جحيم وهم مش منتبهين. وده تعاملات. ادي بنود التقوى ثلاثة. الرابعة بقى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. 3 من 4 يعني 75% للآخرين. يلا يا سيدي، عدلت النسبة، هي مش 90، 75% من التقوى تعاملات مع الآخرين. تقوم انت مش واخد بالك منها وشايب نفسك، والتقوى دي زي ما قلت لكم المغفرة مبنية عليها، اليسر مبني عليها. انا اكدت كذا مرة قلت لكم يا جماعة انتبهوا، بيجي لي ناس كتير جدا واخدين كورسات وقاريين كتب عن الشغف في الحياة وعن الرسالة في الحياة وعن ان انا اكون متطور، ومش عارف يعيش الكلام ده لانه عنده مشكلة في التعاملات، عنده مشكلة في التقوى، عنده مشكلة في الحياة اللي هو عايشها مع الاخرين. بابا، ماما، جوزي، ام، بنتي، ابويا، اخويا، زميلي، مديري، رئيسي، الحكومة، ما دي كلها تعاملات. والميديا ما شاء الله بتعمل بلاوي ما بين الناس في الموضوع ده، فتخرب لك حياتك وتلاقي الدولة عمالة تقع والمجتمع بيقع والأسعار بتغلى والدنيا بتبوظ، لأن كلنا بقينا عندنا تعاملات بايظة. فلما أنا درست الكلام ده قلت لهم جملة خطيرة جدا، من يكتشف شغفه هو الذي سيعيش الجنة على الأرض هنا ويتدرج فيها إلى الأعلى حتى الجنات في الآخرة إن شاء الله. فإذا أنت بتعمل حاجة تخالف التقوى لن تستحق اصلا انك تلاقي شغفك في الحياة. عشان كده هتلاقي الناس اللي بتهاجم وبتعمل غيبة وبتعمل نميمة هم اللي بيقولك مفيش حاجة اسمها شغف، ده كلام فاضي، لانهم ملاقوهوش ولا هيلقوه. ليه؟ لان هو اصلا بيعمل معرقل الشغف، هو بيعمل اللي يخليه مستحيل يلاقيه. وتلاقيه لك ايه، لو كل الناس لقت شغفها هيبقوا مليارديرات. هو ده الوعي اللي عنده، لانه عنده مشكلة وطمس في الفكر بسبب اللي بيعمله. ناخد بريك عشان نخفف الوضع، لو سمحت يا مخرج اديني كده اعلان لكورس التعاملات كرم العلاقات والذكاء الاجتماعي. 93% من حياتنا تعاملات، 85% من نجاح ناس كتير في الحياة قائم على التعاملات، و 15% فقط قائم على مهاراته. ايه رأيك لو قلت لك ان رزقك، سعادتك، حالتك النفسية والجسدية، الوفرة اللي هتعيشها، كل ده جنتك أو نارك في الآخر لو خدناها من ناحية دينية مبني على تعاملاتك. كارما العلاقات والذكاء الاجتماعي. ناس كتير بسبب الكارما ممكن يكون عامل حاجة مع حد وهو مش منتبه
للحاجة اللي عاملها دي، فعايش في كارما سيئة، بياخد كورسات دورات وعمال يحارب في الحياة وهو واقع تحت تأثير هذه الكارما لغاية ما يوقفها. هو اللي ناجح وأنا لأ. ده هياخدنا لمصطلح الذكاء الاجتماعي. مش ممكن تلاقي أنثى بنت بتاخد من المحيطين بيها وهي صغيرة بابا وماما إجبار مثلا، تكبر تتجوز تاخد نفس الإجبار بعد الجواز؟ هي كارما لحاجة هي بتعملها وهي مش منتبه. الكورس ده أنا بعتبره منهج من مناهج الحياة المهمة قوي، يعني تروح يمين تروح شمال برضو هتستفيد. مع أحمد عمارة هتستفيد، يعني هتستفيد. طيب، في سؤال هنا من أخت فاني لايف 17، مش عارف ليه حسيت إنها أخت بس إن شاء الله تبقى أخت. اوعي اوعي تطلعيني غلطان أزعل منك. دكتور، كيف أتعامل مع عائلتي وأنا أراهم بأفكارهم وقناعاتهم يدمرون حياتهم، ولما أرسل لهم فيديوهاتك مثلا بيحكموا وبيتمسخروا وهذا يحزنني لأنهم يتدمرون بشكل حرفي. وأنا من كل قلبي حاسس بكل واحد فيكم بيسمع دلوقتي، حاسس قد ايه المعاناة اللي ممكن يحسها لما يلاقي حد بيحبه عنده لسه قناعات سلبية او عايش بافكار قديمة حرفيا مدمرة حياته وهو مقتنع ان هو يحسن صنعة، او خلينا اقولها بالآية، وهو يظن انه يحسن صنعة. اولا، انت غير مطالب بانك تجبر حد على انه يتغير. ثانيا، انت بتحبه، ركز معايا في اللي اقوله بالله عليك، دورك اول حاجة ان تتقبل مرحلته، لانك لو لم تتقبل مرحلته هتبقى متضايق وهتبقى متنرفز وهيبقى المعلومات اللي انت خدتها نجح الشيطان يعذبك بيها. كان اريح لك ما تعرفهاش يا عم عشان تبقى عادي ومش واخد بالك اصلا ان هما بيغلطوا. ليه بقول الكلام ده بقى؟ لان معظم الناس لما بياخد معلومات ويتطور لازم تدخل عرقلة، فيبدأ يشوف بقى السلبيات اللي عند الناس ويبدأ يتضايق ويبقى رافضها وعايز يغير. طب ما اول معلومات الوعي لابد ان تتقبل السلبي اللي فيك، فمن باب اولى السلبي اللي في غيرك. فلما تتقبل هتهدى، فلما تهدى طاقتك هتبقى ايجابية، فلما طاقتك تبقى ايجابية ركز معايا بقى هتعرف تقول النصيحة او الجملة بطريقة ايجابية او بطريقة طاقتها احتمالية استجابتهم تبقى اعلى. ولكن انت مش متحكم فيهم، هم كمان في امتحان زيك في الارض، يعني ممكن يكون مش عايز يذاكر، مش عايز ينجح، هو فاكر ان كده صح. فاهدى وتذكر الحكمة اللي انا بعتبرها من اعظم حكم الدين، اللي هي حكمة جت في قصة سيدنا نوح وجت في قصة سيدنا ابراهيم. سيدنا نوح قلتها كذا مرة، ابنه يا ابن اركب معنا، قال له لا عاصم اليوم من امر، قال له هطلع جبل، قال له لا عاصم اليوم من امر الله، وقام طالع جبل. ما كان ممكن يجبره، وكان ساعتها هو سيد القوم، يعني كان ممكن يبعت معاه رجاله يخطفوه يشيلوه يحطوه في السفينة غصب عنه. خلاص، ابني انا نصحتك علمتك عرفتك، انا صحيح، يا سلام هبقى سعيد ومستمتع بانك تسمع الكلام، ولكن مش عايز تسمع خلاص انت حر. وخلي بالكم، وده من بنود امتحان الارض. هو ليه ربنا خلقنا في رحم، يعني اب ام زوج زوجه ابن ابنه؟ ما ده امتحان. لو هو هيسقط هتعرف تكون متوازن كده ومتقبل اختياره وتتعامل معاه بهذا القبول وتنصحه بالحسنى، ولا هتبقى متجنن ورافض وعايزه يتحسن؟ ما ده امتحان برضه، وهنا عندك مشكلة في التعاملات. حلو كده؟ فلازم، على فكرة والله العظيم بلا مبالغة، معظم مشاكل الناس في الأرض هي التعاملات، معظم عرقلة الناس في الأرض في التعاملات، معظم اللي بيخليك ما تطبقش المعلومات هي التعاملات، معظم اللي بيخليك تبقى عارف اللي معلومة ومستغرب ما تطبقهاش ليه، انك مستحق ما تطبقهاش بسبب التعاملات او كارما جايلك في التعاملات، انك عايز تسيطر، حاطط حكم عليه انه سلبي او انه وحش. فانا والله متفهم قلوبكم، وياما شفت ناس كتير وعشت انا قبل كده كتير
في الموضوع ده ومتقبله وحسه وفهمه. وخلي بالكم وانا بنصحك بيه، هو انا وقعت وكنت بعمل عكس اللي بنصحك بيه، وخدت فوق دماغي مرة واتنين وكنت بتألم. وفاكرين الفيديو اللي انا نزلته لكم؟ اعملوا سيرش على اليوتيوب كده هتلاقوا الفيديو اللي كنت منزله وانا تعبان وعندي برد وكنت بكح وكنت لابس حتى تيشيرت، يعني لبس نوم، كنت حتى مجهد جدا. قلت لكم ده بسبب التعلق، انا كنت متعلق بسبب حاجه زي كده في العيله، حد بحبه قوي في عيلتنا وعايز انصحه وشايفه عمال يعمل حاجات غلط ومش متقبل وشايفني سلبي وانا وشايفني مش فاهم وانت بتقول ايه وانت اللي فكنت متضايق جدا ونمت متضايق وصحيت تعبان بسبب التعلق. فانا اتعلمت وبقول لك ان انا وقعت فيه عشان ما تكررش بقى وتقع انت كمان. خدها قاعده كده، اعرف ان دايما كل ما تبدا تتطور او تتحسن في حياتك هيبقى من اقرب المقربين حد بيرفض ده او بيتهمك او مش مقتنع او بيعمل الغلط وحياته سلبيه. فهقول لك كلمه تريحك، انا حتى بقول للناس في الجلسات لما يجي لي حد في جلسه واحس كده، يعني انا عندي يمكن من المعروف الحمد لله اللي بيحضر معايا جلسات عارف ان انا 4-5 جلسات ماكسيمم تكون وصلت اللي انت عايزه. انا لا بخليك تطول ولا يعني ما فيش الكلام ده. اذا الهدف اللي انت عايزه خلال 4-5 جلسات ما وصلتلوش يبقى في حاجه غلط. حلو، يا انا فاشل يا انت بتطبق غلط، فما بقبلوش تاني. اقول له خلاص شوف غيري بقى، في حاجه غلط، انا عندي سيستم عامله كده. حلو، الا بقى لو هيغير الموضوع تاني. يمكن عشان كده الحمد لله الجلسه بطلع فيها خبرات لا يتخيلها الشخص اللي حاضر معايا انا جمعتها في قد ايه، فبيوصل اسرع بصوره رهيبه جدا في حياته. فدايما لما يجي لي حد بقى الاقيه ما بيطبقش، لا غيرك اولى، انا عندي الحمد لله ناس بقى لهم فتره طويله على الويتنج، فغيرك اولى، انت خدت وقت هتسمع الكلام هتبقى جد هتطبق يا شكرا. وبلغهم لو جه يحجز بقى ما تاخدوش تاني. في ناس والله بيقولوا له شكرا لما تبقى تطبق وتعمل اللي هو قال لك عليه بقى ساعتها تعالى. ليه بقى؟ بقول له ساعتها في الجلسه بتبقى ضربه ساعات او قرصه ودن، اقول له حبيبي نفسك دي بتاعتك انت، والمفروض والطبيعي والمنطقي ان انت تبقى خايف عليها وانت تكون مهتم بيها اكتر ما انا ههتم بيها. فلو حضرتك، شوف انا قلبت وشي ازاي، فلو حضرتك مش هتكون مهتم بنفسك فعمري انا ما هكون مهتم بيها اكتر منك. سلام عليكم، باي باي يا جميل. لما احس انك مهتم بنفسك وهي مهمة عندك انا ساعتها ههتم. فاعمل كده مع المحيطين مع الاحترام مع كامل التقدير، وخاصة لما يكونوا من الاجيال اللي تربت على من سرقوا الدين مننا الله يسامحهم وحطوهم في قوالب لا تتخيلوها. انا اعرف حد والله القوالب دي بتبرمج العقل، والعقل لما بيتبرمج الانسان بيكون بيعمل حاجة لو فكر ثانية هيوقفها، بس بيكون متبرمج. اعرف شخص اتبرمج على ان حاجة معينة دي بتشيل كل الامراض واتدخلت له باسم الدين انها بتعالج كل الامراض. انتوا كده عارفين بقى لو سمعتوا النصوص اللي جاية الكذب في الكلام ده كله معايا كده. وطول حياته كان عمال ياكلها ويجبر عياله ياكلوها ويجبر مراته وخناقات ويوميا عشان يقعدوا ياكلوها لانها بتشفي من كل الامراض. وعمال يجي له امراض ويجي له مشاكل وجسمه عمال يحصل فيه امراض كتير وبياخد ادويه وادويه رهيبه جدا وعمال ياكلها لغايه النهارده ولا زال مقتنع انها بتشفي من كل الامراض. انتوا متخيلين البرمجه الدينيه لما بتخش وتكون غلط بتلغي المخ بتلغي العقل. فالصدام مع حد كده انت اللي هتطلع خسران في الاخر. عشان كده بأكد في الحتة دي معلومة مهمة. ايه هي؟ الناس تعشق كل ما هو مجاني الا النصيحة. فلا تبادر بالنصيحة الا لما هو اللي يطلب، ساعتها هيكون مستعد. وخدوها من حد طلع عينه قبل كده في نصايح مع ناس بيحبهم، طلع عينه ووصل انه كان بيتهزق وبيسخر منه من مقربين، فقرر خلاص انا بحبهم بتعامل معهم بوعيهم هم كده اختاروا كده دي حياتهم. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، وهطبق الايه وصاحبهما في الدنيا معروفه.
فهتصاحبهم، تتعامل معهم بحب، تتعامل معهم برقي، وابعد عن النقاشات. لأن الفكر القديم للأسف يعني عندهم إن هو يموت ولا إنه يعتبر فلان اللي هو مقدسه في حياته ده غلط، أو أنت مين أنت عشان تفهم فلان ده، ده أفنى. هتلاقي كلمة أفنى ودي طبعا عندهم كتير، ده أفنى. طب إيه مشكلة ما يفني؟ خلي بالكم، عشان أفنى ودي ممكن يبقى جدك أفنى عمره في التجارة وبيسافر وكان بيشيل، هو النهاردة بقى لازم يبقى صح. ما انت ممكن بالكمبيوتر تكسب وتبقى قاعد تكسب وعندك شركة في كل حتة في العالم وبتسوق منتجات مش عندك اصلا، لازم تمشي على أفنى وبتاعته يحترم. ده كان زمانه، النهاردة العلم بيتطور. وخدوها قاعدة، اذا انت ما ينفعش تمشي بنفس السيستم القديم في البيزنس، اذا انت ما ينفعش النهاردة تجيب كمبيوتر حديث وابوك يقولك لا ده اللي عمل الدوس افنى عمره في الدوس، يا عم هو حر محترم. النهاردة بقى في ميتافيرس داخل دلوقتي، ميتافيرس هيقلب كل العالم كله، هيبقى كل حاجة مختلفة تماما. النهاردة لو انتم ما تعرفوش، شركات الملابس وشركات الرياضة بتفتح مواقع فيرتشوال على الميتافيرس. انت مدرك يعني ايه؟ يعني انت بكرة في يوم من الايام مش هتعرف تحضر ميتنج مع ناس في شغلك لانك ما عندكش لبس تلبسه، هيبقى الكاركتر بتاعك عريان، كاركتر بلاستيك، كاركتر شكله غريب. فانت لازم تجيب لبس تلبسه جوه الميتافيرس عشان يبقى شكلك قدام الناس بلبس، وده بيشتري بفلوس دلوقتي تقارب اللبس الحقيقي، والناس في الطراوة ما يعرفوش الكلام ده. معايا دلوقتي في الـ NFT في مواقع النهاردة، واخدوا الكلمة مني وابحثوا وراها، في مواقع النهاردة على الخريطة، كموقع مثلا برج الجزيرة في مصر، موقع برج خليفة على الخريطة، في ناس بيبيعوا ديجيتال اونلاين دلوقتي. يعني انا النهاردة خدته واول حد حطيت ايدي عليه على الميتافيرس والعالم الديجيتال ده كله، فاشتريت قطعة الارض على برج خليفة كلها، فانا اول حد اشتراها. لما يبدأ الميتافيرس ينتشر، النهاردة برج خليفة على NFT بيتباع بحوالي $250,000، الموقع اللي هو فيرتشوال، واللي هياخده بعد كده هيبيعه لحد غيره وحد غيره وحد غيره. واحنا بعض الناس ما يعرفوش الكلام ده وعايشين في التراوة، لانه عايش بالفكر القديم. اصل افنى وعمرهم، من اللي افنى ده خد جزاؤه في زمنه. وهستشعر استشهد اقصد بالحكمة الرائعة اللي قالها سيدنا علي بن ابي طالب: لا تجبروا او لا تكرهوا اولادكم على طباعكم، فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. خد بقى نفس الامثلة بقى على البيزنس او على الكمبيوتر او على الطب. تخيل الطب، حد النهاردة جاي يعالجك يقولك لا ده افنى وعمره، ده كان جد جد جدي الاول في الطب، لازم تمشي بلوب. يا عم بالراحة، هو محترم، العلم اتطور. كذلك الدين، واللي مش دارس سيكولوجي مش هيفهم المعلومة دي، واللي مش دارس عمليات عقلية وتفكير مش هيدرك المعلومة دي. الأساس واحد، ولكن الطريقة والفقه والفهم بيتطور. يعني مش هيجي حد النهاردة ينسف لك أساس يقولك مفيش ربنا، لا طبعا أساس واحد، مفيش رسل، الأساس واحد، مفيش كتب سماوية، الأساس واحد. أمال إيه؟ النص ده الفهم بتاعه متغير بحسب اللي احنا عايشينه الان. يعني النهاردة مش هيجي حد يقولك ايه مفيش تجارة، لا التجارة موجودة ولكنها الان بقت اونلاين، مش لازم اكون عاملها بالشكل القديم. فده تاجر وده تاجر، فده بيطبق الدين وده بيطبق الدين، بس بالفقه الحديث، بالفقه الجديد، بالوعي الحالي، مش بوعي ناس ماتوا بقالهم مئات السنين. وصلت؟ وده لا ينتقص منهم ابدا، لان معظم من يتبنى الفكر القديم عنده حته حساسيه كده انه بياخدها اهانه. يا عم اهانه ايه؟ هما محترمين اقسم بالله، واجتهدوا واخدوا يعني نصيبهم من عند ربنا، كل واحد ربنا اداله جزاءه بحسب اجتهاده وبحسب نيته وبحسب صدقه. ولكن انت لو اتبعت بلا تفكير، والله جزاءك هيبقى سلبي، هتكون من قوم تبع اللي ماشي من غير ما يفكر. فهرجع واقول الجمله تاني: تقبلهم بحب، صاحبهم لما تلاقيه ناوي وبيسأل. ممكن تكون مشغل الفيديو بعيد وهو يعني في حتة ينفع يسمع كده، فممكن يسمع كلمة او هي تسمع كلمة فيبقوا عايزين يسألوكوا، ساعتها ابدأ قول حلو كده.
ودايما بقول جملة للناس من القلب، كن أنت النموذج اللي عايز اللي حواليك يبص لك فيقول الله أنت عملت إيه عشان تبقى كده. ساعتها أنا أوان أنك تبدأ تقول لهم. اللي هيبدأ ينصح قبل ما يكون نموذج مصيبة. والجيل القديم كله كده على فكرة، الجيل القديم والله ساعات بيجي لي ناس في جلسات تلاقيه يقول لي ايه، امي بتقول لي يا ابني انا عايزك تصلي عشان تبقى مرتاح، ويا حياتها جحيم طول النهار بتعيط. هم اتعودوا كده ينصحوا من غير ما يطبقوا. فلما تطبق تتصل بالله تحس النعمه، تحس الاستغفار. ارجع بقى للسيكولوجيات، الفيديوهات اللي انا عاملها، وتشوف النتائج، سيكولوجيه التزكيه، سيكولوجيه التوبه، وتحس وتطبق وتشوف نتائجها عليك. ايه اللي هيحصل؟ هم هيجوا يسالوك انت كده ازاي؟ ساعتها بقول بس خدهم بحب. وهقول جملة بقى الاخر بقى، كل الناس عندهم مراحل وعي مختلفة، زي ما في مراحل طفل في الجسد، ومراحل مراهق، ومراحل شاب، ومراحل شيخ، ففي الوعي كده. ممكن يبقى حد جسمه كبير ولكن في الوعي مراحل مختلفة. الذكي هو الذي يستطيع ان يتعامل بحب واريحية وسلام مع كل مراحل الوعي. واللي عنده مشكلة ومحتاج يراجع حساباته هو اللي بيلطم أصلهم بيغلطوا، بيلطم أصلهم سلبيين. في إيه؟ أنت قاعد النهاردة مع ناس سلبيين عمالين يتكلموا، شفت البلد وشفت اللي بيحصل وشفت كذا، وأنت داخل لقط كده. تقبل وبعدين بابتسام، آه والله العظيم تصدقوا ده البلد فعلا بقى حالتها صعبة جدا وملخبطة جدا. أنتوا عارفين يا جماعة الواحد بيحلم كده إن الفترة الجاية الشباب يقوم ويبدأ يتطور ويبدأ ينجز. تخيلوا كده لو الشباب كلها بتحافظ على النظافة. ماما تخيلي لو كل اللي حواليكي حافظ على نظافته، البلد تبقى عاملة ازاي؟ هتقولك اه يا حبيبي ده هتبقى جنة، ده هتبقى زي الفل. انت غيرت تفكيره من غير ما يحسه. خلاص ده الوعي اللي بجد بيدخل بذكاء ويقود، لا بينتقد ولا بيتهم ولا بيصنف ولا بيشوفهم ياي وحشين. دخل عمل بصمة خلاهم يتخيلوا الإيجابي، سابهم ومشي سعيد، وهم بقوا مفرفشين ممكن يفضلوا يكملوا بعد ما يمشي. ده الذكي. فكن ذكي في التعامل ولا تدخل في صراعات نهائي. أي صراع هتدخله هتبقى أنت الخسران، وخاصة مع ناس بقالهم سنوات متجذر فيهم فكر ما كانوش بيتغيروا. خلي بالكم هقول حاجة مهمة كمان، الجيل القديم سرعة التغير عنده بطيئة جدا لأن هم كانوا عايشين كده. عشان ينتقلوا من مرحلة الجمال إلى مرحلة السيارات أخذوا سنوات وعقود، ومن مرحلة السيارات لمرحلة التكييف ودخول الإذاعة حتى والراديو عقود، ومن مرحلة الراديو لغاية لما اتعمل أول تلفزيون عقود، ولما التلفزيون كان أبيض وأسود واتعمل بعد كده ألوان سنوات. النهاردة كل شهر في حاجة جديدة، كل أسبوع. فالجيل بتاعنا أسرع في تقبل التغيير، وأسرع في الفكر، وأسرع في إن هو يناقش ويفكر، مش الجيل القديم. فما تخشش معاه في صدام. حب، صاحب، ود، ولما حد يسأل ابقى ساعتها قول له. طيب ناخد سؤال تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أين الأسئلة؟ في سؤال اهو من نور شاك بتقول ما هي الرسالة وراء ظهور شخصيات نرجسية او انانية؟ فاكرين السؤال اللي انا قلته بتاع تطبيقات الجذب؟ هجاوبك على السؤال من محورين، محور جذب ومحور علاقات. محور جذب، الناس بقى اللي مش مدركة قانون الجذب او لا تعترف بيه انتبهوا من المعلومة الخطيرة دي. لما انت تشوف حاجة وتخليها في ذهنك فترة طويلة بالانتباه، ده بنسميه انتباه يعني من غير ما تاخد بالك منه، لا ارادي، تلقائي يعني. خلاص طول ما هي في ذهنك انت بتبدأ تاخد ذبذبتها. عارفين لما بجيب كوباية سخنة واحطها جنب كوباية عادية باردة شوية واسيبهم شويه، ايه اللي هيحصل؟ هتبدا دي
تاخد من الذبذبات دي لانهم بقوا متقاربين. ده تقارب مادي بيحصل كده بالظبط في التقارب الذهني. طول ما الصورة في ذهنك مستمرة بيبدأ جسمك ياخد ذبذبتها طول ما هي في ذهنك. ولما جسمك ياخد ذبذبتها يا جميل هيجي لك منها كتير. وعندنا قصة مشهورة جدا في علم النفس، انك اول ما تبدأ تركز على عربية معينة ويبدأ جسمك تشوفها كتير، تحلم بيها كتير، تفكر فيها كتير، جسمك بيبدأ ياخد ذبذبتها. وبعدين ايه بقى؟ بتبدأ تشوفها حواليك كتير، جذبتها للمحيط بتاعك. اهو قانون الجذب اهو، اللي حرام ياي، الكخة، النصب. وصلت؟ بس لانك من جوه عندك قناعات انها بعيد، او عندك قناعات لسه ما تزبطتش، لان الجذب ده فيلم كبير، في حاجات بتقعد نشتغل عليها، فانت بتبقى جاذبها بره لكن لسه ما جذبتهاش تبقى ليك، عشان ما تعرفش المعلومات بتاعتها. اللي هي بقى ما بتطلعش الا بفلوس، لان في ناس طلع عينيهم عشان يعرفوا المعلومات دي. حتى كل اللي اتعمل عن الجذب، سواء بقى فيلم ذا سيكريت او الكتاب او كل الكلام ده كله، اللي بيطلع لك مجاني هتلاقيه بيديك من القشور، لان المعلومات العلميه لا ياخذها الا اللي بيجتهد بجد وبيحصل عليها. حلو. فاللي انا اقصده بقى، لما انا ادرك الكلام ده كاول معلومه، المعلومه دي على فكره مش اي حد بيقولها كمان، موضوع الانتباه ده، لما انا اشيل الانتباه واخلي دايما انتباهي والصوره اللي في ذهني هي الصوره الايجابيه، ودايما بفكر فيها وعايش فيها وبتأملها، فأنا جسمي بدأ يجيبها، وبالتالي هتبدأ تظهر في حياتي كتير. فبنقول بقى في الكورسات، تسريبات ليكم عشان بحبكم، بقول في الكورسات بقى إنك أول ما تبدأ تلاقي اللي أنت عايزه حواليك مع الناس المحيطين، اعرف إنك قربت. لسه معلومتين تلاتة ناقصين، لو ظبطتهم هيجي. ودي بقى اللي بنشرحها في الحاجات التقيلة اللي في الكورسات. وصلت؟ ظبطت المعلومات اللي جوه دي وظبطت الدنيا، فهينتقل من انه بره حواليك الى انك تبقى عايشه ومستمتع بيه. حلو كده؟ اهي معلومة زي كده، اللي مش واخد باله منها بقى عمال يركز اصله نرجسي، ويبدأ يشوف النرجسيين ويقرأ عن صفات النرجسيين، ايوه ده نرجسي ده نرجسي، فجاب ذبذبات ايه؟ النرجسية. يقوم ايه اللي يحصل له؟ هيجذب النرجسيين طول حياته. وعارفين المعلومة اللي بيقولوها بقى حبايبنا الحبيبة، او حبايبنا الشعراء، او كتاب الافلام الرومانسية، يقولك ايه؟ الكيمستري. الله، الكيمستري عندنا تلاقت، في توافق في الكيمستري. هقول لكم معلومة، لو انت حاطط تصنيف وعمال تتأمل شخص عنده نرجسية، وانت بقى يعني بقيت عالم نفسي، يعني ده تشخيص نفسي اصلا، لازم دكتور يعمل اختبارات عشان يقول لك انه نرجسي، مش مجرد كده. وقال لك انا اي حد قاعد يقرا اعراض دواء المرض وراح خد دواء بتاعه. اسمع علينا، مهم، موضوع كبير مش زي ما انت متخيل يعني. وبالتالي، لان على فكرة النرجسية بالذات كل واحد فينا بيعدي عليه اوقات يعمل الاعراض اللي مكتوبة على النرجسية. وانت اللي او انتي اللي بتقولي الكلام ده كله، لو قريتي الاعراض لنفسك بيجي عليك اوقات بتعمليها، يبقى انت نرجسية. بس ما علينا. المهم، فاللي مش فاهم سيكولوجي بيحط احكام كده جزافا، وبالتالي بيعيش، بيدخل نفسه في دوامة وبيجيب ذباباته ويعيش فيها. هرجع للجملة تاني بقى، فلما انا ابقى حاطط احكام على الاخر وحاطط تصنيف بقى، عمال اشوف النرجسي النرجسي النرجسي، فذبذباتي هتبقى ذبذبات ايه؟ نرجسية. فالكيمستري بتاعتي هتبقى كيمستري ايه؟ نرجسية. فهتب وقلبي هيدق مع ايه؟ مع المتوافق مع النرجسية، حتى وان كان مبين الجمالية والودية والحلوية. ونيجي في الاخر نكتشف الحقيقة الحقيقية، وتطلع النرجسية اللي انا كنت منها مستخبية. وصلت؟ فانا مهم ابقى مدرك بقى ان انا اللي بعمل كده في نفسي بالانتباه. ده الشق بتاع الجذب،
الشق التاني بتاع التعاملات، خدوها قاعدة، الحكم على الناس حاجة متفرد بيها إله الكون لا غير، هي من اختصاص الإله، فمن يحكم على حد يتألى على الله فبيجيله جزاء فوري هو الألم والمعاناة. يبقى الشخص هو النرجسي، بس أنا متألم، وهنا قلنا من شوية لما يجي لي ألم دي خبطة من ربنا بتقول لي فوق أنت بتعمل حاجة غلط. فكل عشان كده بقول دايما قاعدة بالله عليكم خلوها حلقة في ذهنكم، الأكثر ألما هو الأكثر خطأ. ولو في اتنين بيتعاملوا مع بعض عايشين في أسرة ولا في حياة وفي ظرف كبير على الاتنين أو في شراكة في بيزنس وظرف سلبي على الشركة أو على المؤسسة أو على البيت، الأكثر وجعا هو الأكثر سببا. مش لازم 100%، ممكن يكون 60-40 70-30، المهم ان الأكثر ألم هو الأكثر سبب، هو المفروض يراجع نفسه الأول. وصل كده؟ خدوها قاعدة هتوفر لكم وقت طويل من المعاناة بالله عليكم. فاللي أنا أقصده بقى لما أنا أبدأ أحط أحكام على الناس أنا اللي هتألم وأنا اللي هيجي لي الجزاء. رقم اتنين، من كتر حكمي على الناس عقلي هيرفض الموضوع ده، فلأني رفضته هشده كتير في حياته في حياتي، دخلنا جذب تاني. رقم ثلاثة، لأني حطيت عليه حكم إيه اللي هيحصل؟ دي سيئة، ولأني عملت سيئة في التعاملات هيجيلي كارما إن هفضل آخد منها كتير. بتحط حكم ليه؟ وبالتالي اللي عنده بقى مشكلة الأحكام على الناس وعنده مشكلة ان انا بحط حكم على ده وبحط حكم على ده يشوف كورس كارما علاقات، لانه مهم ومفصل جدا جدا. واللي دايما عندها مشكلة في جذب الناس لو لسه متجوزتش مثلا، وعندها مشكلة في جذب شريك الحياة، او انها تلاقي الشخص اللي هي عايزاه لان في احكام وفي حاجات جوه، معناها ان لسه مش عارفة تعمل التسامح، مش عارفة تظبط الافكار. خلينا كده بالمرة يلا نحط اعلان كده نخفف شوية على الوقت، مخرج يدينا اعلان كده عن شريك الحياة ونرجع نكمل في الحتة دي بعد الفاصل، فاصل إعلاني. أهلا بيك في دورة اختيار وجذب شريك الحياة. الدورة موجهة للشباب وللبنات. لو عايز تجذب لحياتك شريك حياة يكون مليان حب، أمل، شغوف، عنده طاقة غنى كده وشبعان ومرتاح ويشبعك حنان ويشبعك كل اللي أنت عايز تعيشه كجنة من جنات الدنيا في الزواج، مهم تبقى أنت كمان عايش الحب وعايش الأمل وعايش الشغف وعايش الحنان وبتفيض على كل اللي حواليك. بس انتوا عارفين لو انا اللي بشد الشيك الحياة خارج عن قوانين الإله كنت يلا هشده هيتشد، لكن لا، في قوانين ربي حاططها في الكون، والقوانين دي كلها الجذب نفسه بيمشي عليها. هنتكلم في أسرار كتير جدا، وهنتكلم في جزء كبير في الدورة عن حاجة انا ما شفتش حد عاملها قبل كده بصراحة، عن اسباب بتخلي الجذب يتأخر. اسباب كتير جدا، يمكن متكلم في اكتر من 40 سبب، ان ربي هو اللي بيرزق مش انا اللي برزق ولا انا اللي بجيب. يا رب يجعل كل ايامكم سعادة وروقان، وبإذن الله يا رب يساعدني اساعدك تكون الدورة دي بداية خطوات رائعة عشان تشد لحياتك شريك الحياة اللي تعيش معاه سعيد مستمتع ويستهلك وتستهلك. طيب على فكرة نعمة من ربنا لا تقدر بثمن ان الواحد يحس انه قاعد كأنه في القناة بتاعته. نزل اعلان يا واد من هنا، حط اعلان من هنا، اطلع من هنا. نعمة لا تقدر بثمن. وانتم ما شاء الله عليكم ضربنا الرقم القياسي وسطين، اخر حاجة شفتها كان 13,000 وشوية، ما شاء الله. ان شاء الله يا رب تكون بالنفع على الجميع بإذن الله. اللي احنا بنعمله ده حاجة ما عملتش في المجال نهائي، ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم ويبارك فيك يا رب، ويا رب تكون بالفايدة والنفع عليكم دايما يا رب ان شاء الله. فعشان كده بقول دايما مهم ان انا اكون مركز بقى، من كتر اللي بيحصل لي في حياتي ابدأ ادرك ان في اخطاء بعملها، وياريت تحطوها حلقة في ودنكم او تبروزوها. كل مشكلة في الحياة لها سببين، السبب الاول نقص معلومات، والسبب الثاني معلومات غلط. خلاص ابدأ الاول بمعلومات الغلط، لان معظمنا بيقول نقص معلومات وبيجري يدور. لا، قول اول حاجة انا عندي معلومات غلط مخلية ده يحصل. ما قد يكون الفكرة اللي عندي غلط،
قد يكون اقتناعي غلط، قد يكون حكمي غلط، قد يكون تصوري غلط، قد يكون الطريقة اللي أنا بتعامل بيها غلط. فابحث على تطوير وتنقيح وتحسين اللي عندك المغلوط، وانت ماشي بقى هتلاقي الجديد عمال يجي في الطريق، ساعتها يحصل لك نقلة نوعية بإذن الله في الحياة. طيب ناخد سؤال تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في سؤال من شاهناز عبد المنعم بتقول ايه بقى؟ هل تكرار مشاكلي مع زوجي علامة من الله على انهاء الزواج؟ السؤال ده رائع يا شاهناز، ربنا يبارك فيك يا رب ويسعدك ويرزقك التعامل الرائع الجميل المريح اللي تعيشي فيه الود والحب الحقيقي مع جوزك يا رب. انتبهوا، السؤال ده مهم. هو النور نور كده فجأة ليه؟ في حاجة حصلت هنا؟ طب اعدله. الشمس ضربت هنا. فجأة الإضاءة راحت تك، فرحت فنورت. زبزبات يا اخواتي زبزبات. المهم نرجع لموضوعنا. اولا اشكرك على السؤال الرائع ده، عشان في حتة مهمة قوي. مستحيل، انتبهوا بالله عليكم، مستحيل يكون ربنا بيقول لك سيب الظرف وامشي. ده هو جايب لك الظرف عشان يقول لك ظبط جوه. انتبهوا بالله عليكم، المعلومة دي غاية في الدقة. سيعاني كل من يفهم الرسائل خطأ ويجري يظبط بره. الصح ان اول ما يحصل لي ظرف في التعاملات او في الظروف او في الاحداث اظبط جوه الاول. دي اول حاجة. تاني حاجة، اول ما ابدأ ابقى رايقة وهادية رغم ان في كل ظرف، انا هنا اسقطت على كله، تعاملات بقى، ظروف في الحياة، مرض، ظروف مادية، انا زبطت جوه بقيت هادي رغم ان في اللي بره، ساعتها الالهامات الحقيقية هتيجي، وده اللي بنسميه الجذب بقى. هيجيلي الافكار، ستجذب الافكار اللي تطلعك من اللي انت فيه. هقول الجواب من طريقة تانية وبصياغة تانية، وانتبهوا بالله عليكم منه. طول ما انا مشاعري سلبية الافكار اللي هتجيلي سلبية، فلو اخدت بيها قرارات ساقاد الى نتائج سلبية. وما اكثر اللي شفناهم كده، وانا بقولها بحكم حد متخصص في علم النفس، وما تتخدعوش باللي بين لكم العكس، لان بعض الناس بيبين لو واحدة مثلا مخنوقة ولا مضغوطة وعايشة مع جوزها وجذب الكتم والخنقة والضغط، هي عاملة حاجات، وعلى فكرة هو غلط برضو، يعني انا مش بقول هو مش غلطان، بس انت ليه جذبتي حد يعمل لك كده؟ خلاص كده؟ لما بياخدوا قرار بالانفصال بتقوم فجأة حاسة بالراحة والحرية، وتتخدع شوية كده لغاية ما تبدأ تحس الوحدة والخنقة، ولسه في احتياجات كتير عايزاها بس مش عارفاها، فتبدأ تضحك على نفسها بالاندماج بالخارج والشكل الخارجي، وتلاقيها برة يعني اول ما تلاقوهم يبدأوا يهتموا بنفسهم قوي ويغيروا شكلهم، اعرفوا في حاجة ملخبطة جوه. فهمت اقصد ايه؟ لسه مش عايشة، طبعا مش الجميع، ولكن لسه مش عارفة تعيش الراحة اللي بجد. فتبدأ تستمتع بالشكل الجميل، ودي متعة حقيقية، تبدأ تستمتع بإطراءات الناس، والله حلويتي، والله بقيتي جميلة، أوكي بتاخد متعة، بس لازال في شيء جوه هيبدأ يكبر ويكبر لغاية ما يطغى تاني بعد فترة. طب أعمل إيه؟ أولاً لازم أشتغل جوه قبل ما أخد قرار. على فكرة ممكن يبقى القرار الصحيح إن أنا أبعد وانفصل واتطلق، وده قرار ربنا مشرعه وفي صورة كاملة فيه. وممكن يبقى الصحيح ان نكمل ونحن بنحب بعض اصلا وعندنا اسرة، ما نعيش سعداء بقى ونعيش مستمتعين وندوق متعة الحب. طب انا هعرف ازاي؟ بان اخلي طاقتي ايجابية الاول رغم ان في اي ظرف، وهو ده فايدة الكورسات بقى. يعني ايه فرق المتعلم واللي مش متعلم، الواعي واللي لسه مش واعي؟ انه بيقدر يعيش المتعة رغم ان في اي ظرف، ده الواعي، ده اللي قدر يستفيد من الكورسات. حلو كده؟ اللي بعض الناس بياخد كورسات مش واخد بالك لا، والحريه ويفهموها غلط ويبلطجوا ويجري يغير بره، اعرف ان في عندك حاجات غلط، وهتفضل تعاني في العمق، وانا فاهمك وانت فاهمني واحنا عارفين بعض. فانتبه، هغير جوه الاول، هعيش الراحه الاول. وزي ما اتفقنا، يلا اقول لكم سر
من اثار قوه الكلمه والتفكير. انتبهوا، المعلومه دي خطيره، تسوى فلوس والله. ربنا خالق كل الكون محايد، ملوش اي تاثير على مشاعرك نهائي. هعيد الجمله تاني، ربنا خالق كل الكون محايد، ملوش اي تاثير على مشاعرك نهائي. محايد. انت بتبص على الموقف تقوم حاطط معنى، تقوم حاطط اسم، تقوم ضايق مشاعر الاسم اللي انت حطيته. حلو كده؟ فلو انت حطيت معنى ايجابي هتدوق المعاني الايجابية، ولو انت حطيت معنى سلبي هتدوق المعاني السلبية. وده اللي بيفسر ليه بيكونوا اتنين في نفس الموقف، واحد رايق والتاني مخنوق، يقوم متهمه انه بارد ما بيحسش، لانه حاطط معاني ايجابية. المعلومات بقى اللي بتدربك ازاي تكنترول الفكرة وتدرك قوتها وتتحكم فيها، هو انا مخليه اول كورس في الاكاديمية، قوة الكلمة والتفكير، عشان افصل مشاعري عن الظروف، عن الاحداث، فبالتالي ما ينفعش اي موقف يأثر فيا. سامع حد بيقول لي هنا، يعني انا بعد كده بقى اضحك على نفسي ابقى عايش موهوم؟ هقول له نصح يا ولا، نصح يا ولا، يا فت انت يا فت، ركز معايا واسمعني. انا كده كده هاخد قرار، صح؟ والقرار سلوك، هاخده كأكشن، هعمله. اخد القرار وانا مخنوق ومطرشق ومتألم، ولا اخده وانا رايق ومستمتع؟ ما انت تاخد القرار في الاخر، انت اللي بتقرر. اخده وانا متألم، غضبان، حزين، فدمر صحتي ودمر جسمي وعجز بسرعة وشعري يقع وبشرتي تتأثر، ولا اخده وانا رايق؟ فلما اتحكم في افكاري هتهدى وهتروق، فلما هتروق سيظهر لك على السطح في البصيرة الأفكار اللي تزود لك الروقان. يلا اديكوا تسريبة تانية، ده انا عيشتكوا تسريبات النهاردة. تسريبة مهمة جدا انا اكتشفتها بعد 7-8 سنين من التطبيق والوقوع والتطبيق واللخبطة، وانا طبقت على نفسي وقعدت اتطور وطبقت على الناس بعد كده، فاكتشفتها بعد 7 سنوات من نجاحي وتطبيقي على الناس. يلا يا سيدي، خلق الله الكون بحيث اللي هيجي لك من بره هيزود لك اللي انت حسه. يلا يا سيدي، معلومة اهي بديهية ما حدش واخد باله منها. الكون ربنا خلقه هيجي لك من بره هيزود لك اللي انت حاسه. يعني ايه الكلام ده؟ لو انت متألم وعايز تلاقي شغل هتاخد شغل هيزود لك الألم. لو انت مخنوقة في البيت فمشاعرك خانقة ونفسك بقى تخرجي تشتغلي بعيد عن الخنقة، الشغل هيزود لك خنقة. لو خلفتي هيزود لك خنقة. لو اتجوزتي هيجي لك من تراك الخنقة. الله، اعمل ايه؟ ظبط المشاعر الاول، فاللي هيجي لك من بره هيزود لك اللي انت عايشه. وده بقى بالظبط اللي بييسر اليسر في الحياه، وده انا عامل له كورس كامل اسمه اختراق وجذب، يا ربي، اختراق المجال الطاقي. ان انا بخترق المجالات السلبيه عشان ما اكونش عايش فيها الى مجالات ايجابيه، بس الاول خد قوه كلمه وتفكير للتحكم في الافكار الاول، لان انا عامل منهج. الاكاديميه يا جماعه منهج، يعني انا كمتخصص في علم النفس ودارس علم نفس تعلم، فمش مدي كورسات بعناوين كده زي ما معظم الناس بيعملوا للاسف، لا، انا عاملهم منهج ماشي خطوه خطوه. حلو كده؟ فدلوقتي في قوه الكلمه والتفكير، في المستقبل هيكون في حاجه ثانيه، بس دلوقتي قوه الكلمه والتفكير. يلي على طول تطبيقات قانون الجذب، يلي على طول اختراق المجال الطاقي، يلي على طول الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي. ده في منهج انا مسميه منهج النعيم، اللي عاوز ياخد اروع انواع النعم ويرتقي ويتدرج في حياته. في منهج تاني بقى قصاده انا مسميه منهج الحياة الطيبة، يعني المعلومات الاساسية اللي مهم تبقى عارفها عشان تعرف تنطلق في النعيم. هتاخد قوة الكلمة والتفكير الاول لانه اساس، ثم باختيارك بقى، مفيش ترتيب هنا، كارما علاقات لو تعاملاتك فيها مشكلة،
الأمان التام لو عندك مشكلة في الخوف. قريب إن شاء الله هينزل، مش قريب يعني لسه لما يتسجل وينزل، عن الخوف والحزن معايا، عن السعادة والخوف والحزن وإزاي تعيش سعادة لو عندك حزن وألم وسعادة، عن اختيار وجذب شريك الحياة لو عندك حاجة هنا، عن الثقة لو عندك حاجة في الثقة معايا. فدول اسمهم منهج الحياة الطيبة، اختياري بحسب اللي انت حاسه خد. لكن منهج النعيم خد بالتدرج، قوة الكلمة والتفكير، تطبيقات الجذب، اختراق المجال الطاقي، ثم الطاقة الحيوية، عشان تبدأ كل مرة تتدرج وتاخد أعلى وأعلى وأعلى. ولسه في حوالي كمان حاجات متقدمة جدا جدا هتنزل مع الفترات القادمة في تسجيلات إن شاء الله. ليه بقول الكلام ده بقى؟ عشان أنا مهم أكون مدرك إن الفلوس عمرها ما هتخليك سعيد إلا لو كنت سعيد. الأولاد عمرهم ما يخلوك سعيد إلا لو كنت سعيد. إيه ده؟ الزواج عمره ما يخليك سعيد إلا لما تكون سعيد. يعني هنلف نلف نلف ونرجع للآية اللي هي أصل كل ما يقال في علم النفس والتنمية الذاتية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أو ما يغيروا ما أنفسهم بقى اتعمل فيها دراسات وأبحاث وتجارب مع ناس وتدريبات عملية وحاجات مهمة جدا، إزاي فعلا أغير ما في نفسي. هو ده بقى اللي بيتقال في المعلومات التقيلة. فمهم أكون مدرك ده، أغير ما في نفسي، أعيش المشاعر الأول عن طريق التحكم في الأفكار. تحكمت في أفكاري، مشاعري بقت هادية، هديت، ابدأ شوف بقى هتعمل إيه، والقرار ساعتها هتكون مطمئن انه هيزود لك اللي انت فيه. ناخد يلا سؤال، يبقى هو الختام باذن الرحمن الرحيم. بسم الله، داخلين على 14,000، ما اعرفش جبناها ولا لا، اهو ما شاء الله عليكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في عندي سؤال وريبها اسئله 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 اسئله. FSRREMO: دكتور انا جيت اشتري كورس على الاكاديمية بالسعر المخفض، قالوا لم يعد متاح بالسعر المخفض، ممكن توضيح وجزاك الله خيرا. طيب انتبهوا بقى، في فترة من الفترات من 2015 ل 2022، يعني كم سنة؟ 7 سنوات. كانت الفترة دي قناتي على اليوتيوب لسه ما كانش فيها المعلومات المهمة التقيلة اللي تفيد الناس. فعشان اساعد الناس ان هم فعلا يتطوروا وان حياتهم تبقى سهله ان هم يحصلوا على المعلومات وياخدوا خطوات جديه في تطوير حياتهم، كنت عامل تخفيض للناس اللي دخلهم اقل من $300 على الكورسات الاساسيه زي قوه كلمه اللي هي البدائيه اللي لازم عشان يتطور في حياته يبقى عارفها، اللي هي قوه كلمه التفكير وتطبيقات الجذب والكورسات اللي كانت في الاساس. وبعدين قعدت احط معلومات بعمق مكثفه على قناتي على اليوتيوب دكتور احمد عماره على اليوتيوب. بدات اعمل السيكولوجيات وبحط معلومات مهمه جدا جدا اللي هيطبقها مستحيل ما يعرفش يشترك في الكورسات المتقدمه. حتى اصارحكم القول ان حتى كورس قوه كلمه التفكير معلومات كتير منه انا كنت مسربها عن عمد في فيديوهات كتير على الانترنت، ومسربها لسبب، لان الكورس انا عامله من زمان وباذن الله هسجله، هيتطور كليا وجزئيا، هيكون مختلف واقوى بمراحل عن اللي عليه الان، ولما يتطور سعره هيعلى، بس اللي مشترك فيه هيجيله التطوير من غير ما يدفع زياده. حلو كده. انا عندي قاعده في الاكاديميه، اللي واخد الكورس في الاكاديميه لما ينزل تحديث للكونتنت بتاع الدوره، ممكن كل فتره كده الاقي معلومات عايز اطورها اكتر واضيف فيها معلومات اعلى، ودايما بنشوف الناس ونتائجهم في التطبيقات والكلام ده كله، ممكن احس ان في خطا متكرر اقوم مظبطه في الدوره ومعدل ومغير الفيديوهات عشان الموضوع ده. فاللي مشترك في الدوره هياخد التطويرات الجديده اللي بتحصل في الدوره باذن الرحمن مستمره. احيانا بقى زي ما هيحصل في قوه كلمه التفكير، اقرر اغير الكورس كهيكليه بالكامل بمعلومات كلها محدثه، فلما بيتحدث هينزل بسعر اعلى، اللي خده بالسعر القديم هياخده باذن الرحمن من غير اي زيادات ان شاء الله. فهيحصل كده مع كورس قوه كلمه التفكير، وهيحصل كده مع كورس الطاقه، هم اللي هيتعادوا من الاول وجديد حتى الان لغايه النهارده، قد اعمل كده مع كورس ثاني. المهم، فلما لما الصفحه على اليوتيوب بقى وقناتي على اليوتيوب اصبحت فيها المعلومات اللي انا بحكم خبرتي شايف ان اللي هيطبقها بصدق
هيقدر بعد كده يخرج من اي مشكله هو فيها عامله له مشكله ماديه ويقدر يشترك، لغيت الموضوع اللي كان خاص اللي عندهم دخل اقل في حياتهم ولغيتهم الاكاديميه. خلاص كده، فركز معايا في اللي هقوله الان. هذه التخفيضات ما عادتش موجوده في الاكاديميه من الان، ولن يحدث تخفيضات مره تانية. هقول لك جمله قد تكون شدت ودن، والله بقولها بحب: ان كنت الان غير قادر انك تشتري كورس زي قوه الكلمه والتفكير اللي هو الكورس الاولاني في الاكاديميه الان، اعرف ان انت المعلومات عمال تاخدها وتسمع والله ولا تطبق. اذا ما قدرتش تحط خطه انك تجمع مبلغ الكورس وتشتريه، فانت حاجتين: واحد لا تطبق، اتنين عمرك ما هتعرف تعمل نجاح، لان في الكورسات دي بنخليك تطبق ازاي تعمل بيزنس ناجح وتبقى عندك مئات الالاف من الدولارات، فانت اساسا مش عارف تحط خطه تجيب بيها دوره، يبقى هتنجح ازاي؟ فده اصلا شخص ما بيحطش خطه، متكاسل، عارف ان انا ممكن اعجبها بس ما بيطبقش، فانا مش عايزه في الاكاديميه اصلا. الاكاديميه الفتره الجايه هتدخل تصنيفات عالميه، وهتدخل يعني هيتعمل فيها بعض الدراسات، لان الحمد لله من اقوى الاكاديميات في العالم العربي. فانا نيتي الان ارفع نسبه الناجحين فيها، بان مش هيشترك فيها اصلا غير المستحق اللي حط خطه بسيطه كتجربه عمليه وقدر ينجح فيها، فده اللي هيقدر يخش يحصل على معلومات فيكمل ويزود ويزود وبقى ماسك التراك اساسا. اللي لسه مش كده، عندك القناه على اليوتيوب، بسم الله ما شاء الله الحمد لله فيها مئات المعلومات والله العظيم، والله العظيم، ودي من عند ربنا انا بعملها، بقولها من قلبي، ان فيها معلومات في السيكولوجيات ما هي موجوده في الكورسات اصلا. خلاص، فيها معلومات في الكورسات المجانيه كسيكولوجيات اللي انا انزلها، والله ما هي موجوده في الكورسات. اللي هيطبق بصدق هيلاقي نتائج رائعه ايجابيه في حياته ان شاء الله. طيب، هو ده نعتبره ما كانش سؤال، ناخد كمان سؤال وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، نختم بقى بالسؤال ده من مين يا ربي، مين؟ زينب: اهلا دكتور احمد، اهلا بيكو. لطيفه بتقول لي احفظ البس، ان شاء الله الرحمن هيحفظ بعد ال بعد ما نخلص يكون على اليوتيوب ان شاء الله، هينزل ممكن بكره ولا حاجه. بسم الله: كيف نرفع الاستحقاق، هل يوجد كورس؟ ده مشيره قوانين الاستحقاق، هو الكورس اللي انا شغال فيه الان، انا بعمل فيه تطويرات دلوقتي في المدى العلميه، وهنبدا تسجيل خلال ايام، وهينزل قريب جدا جدا ان شاء الله. لا بصوا، قريب عندي مش معناها ايام، معلش، قريب ان شاء الله، عشان قريب عندي اكتشفت ان في عندنا فرق سرعات في القريب فانا بعد كده كلمه قريب هخلي بالي منها كويس وانا بقولها، لما يبقى، لان انا بحب في الكورسات، لانه الكورس هيتسجل وهيدوم بعد كده باذن الله، فانا باتقن قوي، فساعات باخد وقتي في الكورس عشان اطلعه بحيث يبقى اكبر افاده، وساعات بعمل تغييرات جذريه في الاستراكشر بتاعه، وساعات زي مثلا قوه زي كورس الاختراق المجال الطاقي، واحنا شغالين قررت اخلي فيه 8 اسابيع عملي زي كورس كرم العلاقات، بعد ما عملت العملي قلت لا طب ما نعمل عملي كمان، فانا عامل برنامجين عمليين كبار، فانا بحب دايما افكر ايه اللي هيفيد الناس اكتر حتى لو كان مجهد عليا وهم عامله صح. فاحيانا بنطول بقى، انا بشتغل وفريق المونتاج بيشتغل وبعد كده الجرافيك وبعد تك 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 تك، فان شاء الله بس هيبقى جاهز قريبا باذن الرحمن ان شاء الله. انا انوي انه يكون اقل من شهر يكون متاح على الاكاديميه، بس باذن الله ادعوا لي اخلصه باسرع ما يمكن ان شاء الله. طيب، خلينا بقى نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. موضوع الاسئله والاجوبه هيكون حاجه دائمه، يعني ان شاء الله هتكون مستمره لن تنقطع الفتره الجايه. انا انوي ان انا اتواجد اكتر على السوشيال ميديا باذن الله، هكون معاكم اكثر افاده ويا رب من نفع دايما على الدوام. ويعني انا هطلب منكم طلب من القلب: عمري ما هبقى حريص عليك اكتر منك، عمري ما هبقى عايز اشوفك ناجح اكتر منك. انا قلت لكم في البدايه انا كنت بتفرج على حلقه محمد صلاح، انا سعيد بنظره النجاح اللي في عينيه، نظرة بتخليك حاسس بقشعريرة حب كده وتدعي له من القلب ربنا يحميك ويبارك فيك ويزودك كمان وكمان، وتكون قدوة لشباب كتير يحط خطط وينطلق في مختلف مجالات الحياة. فأنا بسعد جدا لما أكون شايف حد ناجح، وهسعد أكتر لما أكون شايف حد منكم ناجح وأكون أنا سبب
من الأسباب اللي ربنا سخرها إنك تخليك ناجح. بس اللي هيكون أسعد وأسعد هو أنت، واللي هيكون أسعد وأسعد هو بابا وماما وقرايبك، واللي بيحبوك من أصحابك، واللي بيحبوك بصدق من قرايبك. لأنك طبيعي هتلاقي ناس كده وكده، عادي، ده وعيهم، ادعي لهم من القلب، ربنا يهديهم وينزع البغضاء من قلوبهم. عمرك ما هتلاقي حد يخاف عليك أكتر منك، ممكن الأب يخاف عليك أكتر منك، لكن أنت لو ما قمتش الآن بصدق، لو ما نفضتش بقى مئات المرات اللي كنت فيها بتسوف وتقول هعمل وتنام، أو هعمل وتقوم مكسل، لو ما قمتش بصدق دلوقتي بعد ما تخلص الفايل، حتى لو اتأخرت، أنا عارف إن في بعض الدول الوقت خلاص اتأخر، قوم حط حاجة انويها وما تنامش إلا لما تعملها ولو خطوة، وتقوم بكرة تكمل. أنت اختار، قول أنا هعمل كذا، وهحط هقعد أحط خطة كده الفترة الجاية، إيه العادات السلبية اللي هوقفها؟ إيه اللي بيوجعني هبدأ أشتغل عليه؟ الأفكار مثلا هعمل كذا، حط خطة وابدأ حط آلية عمل لهذه الخطة، هعملها ازاي؟ خطواتها ازاي؟ وحط خطوة منهم أو اتنين ابدأهم دلوقتي بعد الفايل، بعد ما اللايف يخلص، أو لو بتشوف على اليوتيوب بعد ما تشوفه دلوقتي حالا، عشان تبقى بدأت كسرت بدأت تفتح دائرة الارتياح أو الكومفورت زون عشان تطلع بقوة وتنطلق في الحياة إن شاء الله. وتقول بكرة الساعة كذا هكمل الخطوة رقم اتنين، أو هكمل الخطوة رقم ثلاثة. واسأل نفسك سؤال، هو في حد هيبقى خايف عليا أكتر من نفسي؟ في حد هيبقى بيتحاسب عني أمام ربي؟ في حد لما ينجح هيكون مستمتع وضايق النعيم وضايق الراحة وضايق الوفرة أكتر مني؟ هتلاقي الحافز الداخلي انطلق، وبإذن الله هتبقى حياتك أروع وأروع. ومستني كمان أسمع قصص نجاحات ليكم عشان نحفز غيرك لما نشوف الناجحين بينجحوا إزاي، وتلاقي نفسك شايف ومنطلق. بفكركم تاني ارجعوا وشوفوا، هما حلقتين، جزء أول وجزء تاني مع محمد صلاح، عملتهم معاه الإعلامية الرائعة الجميلة صاحبة السعادة إسعاد يونس، اللي بشكرها من قلبي على الحلقة الجميلة المتقنة اللي كلها بهجة كلها حب، بتعامله كأنه أمه. الحلقة خلطة من الطاقة الإيجابية الرائعة. بصوا بقى من غير حواجز، كنت الاتنين عايز أقوم وأخدهم بالحضن وأبوسهم. يلا ربنا يبارك فيك يا رب ويحميكم ويجعل كل أيامكم جنات ونعيم. أراكم بألف خير.